إذن بانتظار انطلاقة الشوط الثاني They all set for race number two ذا روف اند ريسنج انطلق شوطة ثانية ايها المتابعون الكرام من مسافه ال1000 متر بانطلاق السبع من الجيادة المستورده ثير بريد بانطلاقة جبر من يتصدر سباق من البدايه بينما يلحق به ثانيا هنالك المرشح الاول لايك ذا لوك بقياده الفارس احمد مكي المركز الثالث يتواجد المرشح الثالث يارد لاين مع الفارس عبد فيصل ارتشيك المرشح الثاني في المركز الرابع روان تاتينا خامسا وايضا توركت في المركز السادس وتاخر لفيلادلفيا في هذا السباق اذا الى الصداره المركز الاول حتى الان مع جبر حسن الصفر على المركز الاول بينما المرشح الاول لايك ذي لوك في المركز الثاني هنا تختف الصداره الان من قبل المرشح الاول لايك ذي لوك الذي لا زال في حتى الان في وضعيه الانتظار وهنالك ايضا محاولات من قبل ارتشيك المرشح الثاني في هذا السباق مع انس السيابي فعلا ايها السيدات والساده هنا لايك ذي لوك هو الذي يتصدر السباق محاولات ايضا من قبل ارتشيك مع انس السيابي لكن لايك ذي لوك من يخطف صدارة الشوط الثاني بقيادة المتمرن أحمد مكي وبتدريب جابر رمضان المرشح الأول لايك ذي لوك بشعار الصبر رمضان من يخطف صدارة الشوط الثاني بقيادة موفقة من الفارس أحمد مكي